Bonjour Habibati, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour aujourd'hui, comme vous le savez, déjà j'ai fait avec vous la recette l'oula. C'est la deuxième recette de la bagrir. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? La farine, comme vous le savez, caisse de farine et 2 kisan de smid. Caisse de farine et 2 kisan de smid et garblouhom bien sûr. لازم تغربلوهم نديرو مغرف صغيرة تاع ملح ومغرف صغيرة تاع سكر ومغرف صغيرة تاع خمارة لوفور كيميك ان ساشي نخلطو مليح ونزيدو لهم الماء نديرو الكاس الاول نزيدو الكاس الزاوج ونزيدو الكاس الثالث والكاس الرابع نخلوه على جهه نخلطو ونشوفو باسكو راكم عارفين كل سميدو كيفاش كاليتي تاعه وكل فرينه وكيفاش كاليتي تاعها حنا درك واش نديرو نديرو 3 تاع الماء ونشوفو لا تيكستور اللي موالف يدير راه يعرف لا تيكستور تاع البغرير كيفاش تجي دايره واللي ماشي موالف يدير تزيد غير نص كاس تزيد غير نص كاس وتشوف تزيد ميم با نص تزيد ان كار وتشوف سينو تزيد نص كاس تاع ماء صافي او ماكسيموم ديرو 3 فير اي دمي قلنا زوج سميد واحد فرينه وثلاثه ونص تاع المدافي بيان سور ونديرو في البلندر اللي عندها بلندر بيان سور اللي ما عندهاش بلندر سيد ديره بالبغا ميكسور واللي ما عندها والو تخلطه بالفوي حتى اللي يدير شغل رغوه من الفوق باش ينجح لك لازم تكون فيه شغل رغوه من الفوق شغل اللي تخلط مليح كيما لا ريسيت الاولى ديجا راني درتها معاكم لا ريسيت الاولى اللي فيها 3 سميد ومغرف فرينه وربعة ماء وهذه فيها زوج سميد وواحد فرينه وثلاثة ونص ماء مغرف تاع لوفور كيميك لوفور بولانجير مغرف سكر مغرف ملح وان ساشي دو لوفور كيميك سهله مهله نرجعوها في الريسيبيون اللي كنا نخدمين فيه ونسخنوا المقله مليح مليح ونبدأ طيب باذن الله نسخنوا المقلاة انا من البكري المقلاة ندير لها شويه زبده مي جوغ هذه جديده اللي خرجت راهم قاع يديروها يديروا الماء يبردوها شغل شويه ويديروا البغرير مي انا غير وريتكم الطريقه هادو لي ماروكان يديروها يديروا الماء جوغ يبردوا المقله قالك المقله ما تخلوهاش سخونه سخونه باسكو البغرير ما ينجحش حنا من البكري نسخنوها وندير شويه زبده فيها ونخليها طيب هذه هي شوفوا كيفاش ندير وشوفوا كيفاش توت سويت يبدا يتقب جوغ ناجح 100% اللي ما تخرج لهاش البغرير جو سوي سور كو هذا يخرج لها اي فوالا شوفوا كيفاش يدير كيما الشهده تاع العسل يتقب ما شاء الله فوالا حتى اللي نكملوا كاع الكميات تاعنا تاع البغرير ولا كونتيتي تعود ليكم نتوما وشعل تبغوا ديروا هذا هو البغرير شوفوا كيفاش تقب لي وكيفاش جاني مع شويه حسيله وشويه زبده وكاس تاع قهوه والحمد لله على نعمه الله هذه هي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم خفيفه ظريفه والى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله باي باي